السلطة طبعا عواسة حمدوك جاب الزول ده بقرار من مجلس الأمن. طيب لماذا هناك أسئلة كثيرة من المشاهدين الآن يقول لماذا لا يتخذ البرهان قرار بطرده؟ إذا كان بيستطيع يا أخي البرهان بيقول شغالين المديدة حركتني خطابه الأخير في شندي في المعاقيل بيقول ناس السفارات ده يا أخي رئيس دولة يقول كلام زي ده رئيس دولة يقول إنه شغالين المديدة حركتني بتاع السفارات وما يقول له نطلع من البلد ما شاف الرؤساء بيعملوا كيفين يا أخي ما ممكن يقولوا بعد 21 يوم تغادر البلد وراسي قاعد ها ما بيقدر العصا المرفوعة فوق راسه ودي بعين لها والعصا دي بوراها المحكمة الجنائية الدولية فيها حاجات كثيرة جدا بمناسبة بالذات المكون العسكري البرهان وحمدوك حقه المسألة دي بالنسبة لهم تكون واضحة الاثنين غير مرغوب فيهم وبالتالي إذا ما احتموا بالشعب السوداني ده هم حيمشوا لمزبلة التاريخ والشعب السوداني إلى الآن بفتكر الفرصة موجودة على الرغم من أنه أصبحت متدنية جدا لكن العودة لخمس إغرارات 25 أكتوبر وبقوة وبإنفاذة وحسب الاتفاق التم يا أخي ما دايرين يا حمدوك تعال هنا يا أخي بس الحاجات اللي وقعت عليها واتفقت عليها دي نحن دايرين نعملها بالقوة دي يقول حد التواريخ معينة لتعيين رئيس القضاء وللنيابة العامة وللمجلس التشريعي أسي البرهان ذاته في 25 أكتوبر كان حدد قال أسبوع حنشكل أيوة القضاء إلى الآن ما تشكل يعني نتكلم خاشين في شهرين كلام ساكت يعني وبعدين شوف الفولكر يجي يتكلم هما يا والله نحن ذاتنا ما معقول هوان ذاته نحن جزء من الهوان ذاته يا أقويس يعني نحن برضو نناقش في مثل هذه المسائل لكنه على الأقل نحن نناقش بألم معصور في الداخل وإن شاء الله يعني طالما في النفس في النفس دي في نفس إن شاء الله نحن ضد هذه المسائل إذا كان بالكلمة أو إذا كان بغير الكلمة.